مرة نكون عفريت العلبة أو نطلع من حل بشوربة. الله طعمها حلوة قوي. زبلة حبة أو شوكر تامي كوتشينة. بعد الغش بعد الغش بعد الغش ما بقى مسموح. لا عندما تصبح نفسك رخيصة حينها تكون الرشوة مباحة. حاضر انت كمان. حاضر تعمل. حاضر. ألو نوها. يا صباح الفل يا صباح العسل. صباحين وحيد تودلع واحد إيجا والتاني خلع. أخ يا صباح نانسي عجرم. عجرم نانسي عجرم ده أنتي أحلى من نانسي عجرم وهي قاعدة بتشت. أخ إيه. أيوة أيوة يا نوها معاكي. الشقة بدور. لا لا يا نوها مصر الجديدة إيه والزمالك إيه دول بقى أقول دي فاشن. قال يا نوها بدور في مكان. بص وفجأة جميلي قلبك. أني بدور في صفة اللبن. حاجة ايه حلوة وشيحة كده وصبحة وبوش زي وشك يا عسل. أني عارف يا نوها بس هعمل ايه. العين قصيرة والإيد بصيرة. لا رشوة. لا يا نوها أنا لا أكبر رشوة أبدا. شريف الشريف لا يكبر رشوة أبدا. نوها نوها اعمل ايه بس يا ربي. اجيب انا منين بس وانا لا اكل. ستة في ستة. ايوه بيبسي حاجة ساقعة شاي قهوة. العبي يا ليزا وخدي بريزة. صباح ومطر يا استاذ شريف. انت جاي تغرقنا يا عم. او صباح وخلاص. ايه عرفت اخر الاخبار؟ قول قول يا رويتر. مش اكتشفوا ان رئيس مجلس الادارة حرامي وقبضوا عليه؟ ايه ودوه في ايه؟ مارينا. يا عم داعي الملك للمال يخلي الناس تبلبط. والله العدو المنتدب. يا لهو على اللي حصل للعدو المنتدب. قبض عليه هو راخر؟ لا بيحققوا معاه. اكتشفوا انه كان بياخد الحوافز والاضافي والمكافئات وهو واخد اجازه وضع. ربنا ينتعه بالسلامه. ولا المدير العام ايه كان واخد اجازه الضاعه؟ لا يا استاذ شريف بيقول لك كان مشغل عربيات المصلحه على خط ولاقي الدكرور عتبه 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 عتبه. يمكن الراجل كان مزنوق في قرشين ولا عليه اقساط. مزنوق ايه يا استاذ شريف؟ ده بيقول لك انه كان بيسرح الموظفين يبيعوا ذره وحاجه ساعة على الكورنيش في اوقات العمل الرسميه. محدش قال لي. يا خساره. اللي قول له يا استاذ شريف انت عاجبك حالتك كده؟ طبعا مش عاجبني بس اعمل ايه؟ اخد اجازه الضاعه ولا اشتغل على عربيات الشركه عتبه التحرير التحرير التحرير؟ لا مش القصد يعني يا استاذ شريف بس بص حواليك وشوف الدنيا ماشيه ازاي. ازاي؟ امسك بقى وانا اقول لك. ماشيه كده اهو كده اهو. حلوان يا استاذ شريف حلوان. انت شغال معانا ليه رقاصه؟ يا استاذ شريف انا قصدي يعني تبطل شويه الحركات اللي بتعملها دول وحته تعيش مسطور تموت شريف والكلام اللي ما ياكلش عيش وشويه الحبشتكنات اللي عتضايق دول يا استاذ شريف. امال عاوزني اعمل ايه؟ اعيش مرتشي واموت في السجن؟ لا خليك زي ما انت. حاكم في ناس قالوا لهم خدوا نص الفقر قالوا للفقر كله لا بلاش. على فكره يا استاذ شريف المديره الجديده عايزاك. ودي راجل ولا ست؟ انا اول مره اعرف ان المصلحه بتاعتنا فيها موظفين مسمسمين بالشكل ده. الله يستر اصلك يا فندم. لا بجد بجد انت مسمسم. ده بعض من السمسم اللي عند حضرتك يا فندم. ها احكي لي بقى المصلحه ماشيه ازاي. شوفي سعادتك يا فندم المصلحه ماشيه في اتجاهات كتير قوي يعني سعادتك وانت داخله وكمان حافظ المصلحه حته حته. يا كمبيوتر. ده بعض من كمبيوتراتكم يا فندم. لا بجد انا معجبه بيك جدا جدا جدا. اقول لك على سر انت تهبل. ده بعض هبالكم يا فندم. مش
يا عبد المواطي. ايوه اسمع، ابعت لي الملف بتاع الموظف اللي اسمه خليك معايا. شريف يا فندم. الموظف اللي اسمه شريف. ايوه ابعت لي الملف حالا يا فندم. والله ما قصدي، والله ما قصدي يا فندم. طب انا عملت ايه بس؟ ابدا، هدرس الملف بتاعك واشوف اذا كنت تستحق ترقيه ولا لا. الهي ربنا يخليكي، الهي يكرمك. انا مش عارف اشكر سيادتك ازاي والله. على ايه بس؟ انت ابقى تعالى كل يوم البيت، انا قصدي المكتب. ربنا يخليك لينا يا فندم. ايه ده انت رايح فين؟ اصل يا فندم الحكايه بايظه والله، يعني سعادتك السيده رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب اتقفشوا وهم بيرضعوا، الشغل مثلت لجوه والله. شغل ايه؟ ما احنا ياما اشتغلنا. ما تقولش هندي ايه للشغل، قول هناخد ايه من الشغل. الله يا فندم، يعني كلامك حكم. يا سلام، سبحان الله، هو ده الكلام الصح. صح، ما تقولش ايه هناخد من الشغل. ايه ده، القلم وقع. القلم قفشتك. والله ما شفت حاجه يا فندم، ده قالي شريف. بقى انت شريف الشريف ولا شريف الشقي يا شقي؟ لو عجبك يا فندم خديها، انا تحت امرك. قهوتك ايه؟ انا ما بقعدش على قهوه، انا راجل مستقيم، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. لا انا قصدي القهوه اللي بتشربها يا فندم. بس ده كتير عليا والله. قول ما تتكسفش، اذا كان كده يا فندم تبقى مظبوطه. واو واو، احب المظابيط. مظابيط يا قلبي العالي، مظابيط بس بقى. مظابيط ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي بتحببه ده؟ ايه بنضف. يا سلام يا اخويا، يعني المصلحه كلها نتفل، ما فاضلش غير الحته دي. كده هتبوظ لي الطقم والشياكه الجديده. انا يلا صحيح يا استاذ شريف، ايه الشياكه دي كلها؟ ايه رايك انا على احدث خطوط الموضه اجي لنا؟ استنى بقى، ما ارد على. لا بقول لك ايه، اوعى ترد على التليفون. ليه؟ اصلك هترد على التليفون هتقول لك وحشني يا روحي يا حته من في الشتي يا صباعي. ها يا حبيبي عملت ايه؟ جبت الشقه؟ هتقول لها لسه بدور. تقول لك طب وانا اقول لابويا ايه؟ تقول لها وانا مالي، وتدب خناقه زي كل مره. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه المسكه دي؟ ايه ده؟ خلي بالك يا استاذ شريف، ده انت كده ماسك موظف اثناء تأدية وظيفته. يا سلام، وانت بتتجسس على مكالماتي؟ بتتجسس على مكالماتي ليه؟ وانت ايش عرفك الموضوع ده يا ولا؟ هو انا بس اللي عارف يا استاذ شريف؟ ما هي المصلحه كلها عارفه. المصلحه كلها بقت عارفه؟ يعني انا سيرتي بقت على كل لسان. انت مفضوح يا استاذ شريف، انت بقيت لبانه في بق كل موظفين المصلحه. يعني كل موظفين المصلحه بيعملوا بيا بلالين؟ طب والعمل يا ترى؟ عايز تعرف ايه العمل وتسمع كلامي؟ ايوه. عندك استعداد تقبل رشوه؟ لا 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 يا استاذ شريف، انا ما بحبش الكلام ده. لا يا فندم، اذا كان عنوان اهو ولا يهمك خالص يا فندم. بس يا فندم ده قالي والله مستقيم. مش مهم الاستقامه، المهم ان الجمهور ما يشتكيش منك. يا فندم يكفي ان انا الوحيد اللي في المصلحه اللي ما بقبلش رشوه. ومالك كده فرحان وسعيد؟ لاني موظف شريف يا فندم. طب اقعد يا شريف. ما يصحش يا فندم. اقعد. حاضر. الا قول لي يا شريف، انت ما بتترقاش ليه؟ لاني شريف يا فندم. يا دي النيله عليا، هو مسلسل عربي شريف شريف حبستها؟ خلاص يا فندم. حاضر. ليه كده؟ ليه خليتني مططره؟ شريف. ايوه يا فندم. يعني انت موظف شريف؟ صح يا فندم. وشيك. ثانك يو. لكن مش هو ده المهم. امال ايه المهم يا فندم؟ المهم انك تتجوز ويبقى عندك رقم قومي طول كده. اللي قول لي يا شريف، انت متجوز؟ لا. الحمد لله. اني خاطب قاعد قدامي وحاطط رجل على رجلي. يا واطي يا كلب يا حقير. ايه يا فندم؟ بس انا قصدي يعني انا كنت لو عجبك ايه قول. انا كنت هخطب. امي 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 هي اللي كانت راحت تقرا الفاتحه. انا ماليش دعوه. استنى يا ولد، تخطف مني كده ليه؟ انا مش الزفلت، انا مش الزفلت. قول لي، واللي كنت ناوي تخطبها حلوه؟ حلوه. لا لا لا، مش قصدي ابوس رجلك. هي يعني اي واحده ستي والسلام. ليه؟ هما الستات الحلوين الطوال العراض خلاص خلصوا من البلد؟ ولا يبقى الواحد فيكم قشف ومعفن وضربوا السلك وعايز يتجوز واحده شبه نانسي عجرم؟
نانسي عجرم مين يا فندم؟ بتاعت العيال الصغيرة بتاعت شيخ بشخابيط. ده انت يا فندم والله والله احلى من البيت اللي بتقول اي اظن كتره. ده انت الاصالة، ده انت العراقة، ده انت التاريخ. تاريخ تاريخ في عينك موظف ما تختشيش. قصدي يا فندم العمل الدؤوب. انا مش عايز اتعب قلب، انا قريت كل ملفات الموظفين اللي موجودة عندنا هنا في الشركة. والله يا فندم ده فخر للموظفين. بقول لك ايه، بلا فخر بلا نخر، انا قريت كل الملفات وعرفت ان في موظفين مطلقين وارامل ومتجوزين، مفيش غيرك انت والواد بتاع البوفيه اللي لسه مش متجوزين، وانت ما يرضيكش طبعا انك تجوز واد بتاع بوفيه، دول حتى بيقولوا لي في الشركه انه شبهي. بس ده يا فندم يبقى اسمه استغلال نفوذ. مظبوط، استغلال نفوذ، لقد اصبت كبد الحقيقه. ايوه انا فعلا هستغلك وهعصرك عصر كده. اللي هتتجوزها دي شغاله مدير عام، يعني انا هبقى شاديه وانت هتبقى صلاح يا حمار. يعني هبقى شاديه وهي صلاح مدير عام؟ ده انا حرقيك بجد، ده انا هديلك حوافز 200%. ده مال سايب فعلا. تخلص يا شريف، تخلص من حمامك القديم وادخل على السيراميك والبورسلين. انا موافق، بس انا عايز استاكوزي اللي انت نفسك فيه هجيبهولك. ها قلت ايه؟ انا موافق، هي كلها رشاوي. ايه؟ لا مفيش حاجه، انا موافق. انا موافق. شريف استنى، لا مش هطول من هنا. الو عبد المعطي، تعال لي بسرعه المكتب وهات معاك 15 مأزوم. ده انا هعمل فيك عملية. انا ده وانا ده وانا ده وانا ده.